السلام عليكم شباب. أخ سيف بن زايد، شو مستجداتكم في وزارة الداخلية في هذه الظروف؟ وبعدين خبرنا عن هاي الخوذة، جبتوها أو كنتوا سباقين فيها؟ الإسعاف الوطني طويل العمر أضفنا له فرق متخصصة طويل العمر لهذه الأمراض تعمرك الفيروسية، متخصصين في التعامل مع هذا الفيروس. نسبة التعقيم طويل العمر، الالتزام نسبته زادت. الخوذة الذكية استخدمناها طويل العمر، جربناها، نتائجها جدا ممتازة. الأخ عبد الرحمن العويس بشرنا عن العلاج اللي في مختبر أبوظبي في الخلايا الجذعية. ما في شك هذا إنجاز كبير يحسب لدولة الإمارات طويل العمر. التجارب السريرية طويل العمر مستمرة، قطعوا إخواننا شوط كبير ومستمرين طويل العمر في المرحلة الثانية الآن على مستوى الإمارات الشمالية طويل العمر. الحمد لله، هذا خبر زين وطيب. الحمد لله. الأخ ناصر الهاملي، شو أخبار سوق العمل في الدولة؟ أبشركم بأن الأمور في القطاع الخاص ولله الحمد مستقرة. أطلقنا البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل، وهذا البرنامج من خلاله وفرنا العديد من الحوافز والخيارات اللي تساهم في استقرار سوق العمل. العمل لا يزال مستمر برغم الظروف، ونتابع المستجدات بشكل مباشر. أنتوا يا أخوان حكومة دولة الإمارات، لابد أن نفكر فيما بعد الكورونا، إن شاء الله أنها زائلة، والآن الناس قادرين عليها وبجهودكم، بس لازم نفكر فيما بعد الكورونا ونكون سباقين قبل غيرنا.